ثلاثة أسئلة تتميز بوحدة الموضوع ويتعلق الأمر بالتمركز الإداري، لذا سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير. إذا السؤال الأول للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضع السؤال. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، نتمن إرادة الحكومة المعبر عنها في البرنامج الحكومي والتعهد ديال السيد رئيس الحكومة بالالتزام باعتماد وتفعيل الميثاق الوطني للتمركز الإداري. ونظرا للأهمية والاستعجالية ديال هذا الورش في دعم الخيار الديمقراطي وترسيخ الجهوية المتقدمة، نسائلكم عن المقاربة وعن التصور الزمني لاعتماد وتفعيل الميثاق الوطني للتمركز الإداري. شكرا. السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب المحترمين فريق الأصالة والمعاصرة، فليتفضل أحد واضع السؤال. السيد الوزير، في نفس السياق الجدولة الزمنية لميثاق التمركز الإداري. السؤال الثالث للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضع السؤال. السيد الوزير، ما هي الإجراءات الحكومية لتوطيد سياسة لا تمركز الإداري كأساس للتنمية المستدامة المحلية وتنزيلا للجهوية المتقدمة، وأين نحن من ميثاق لا تمركز الإداري؟ شكرا. تفضلوا السيد الوزير للجواب إلى أردتم من المنصة، حيث ثلاثة ديال سيطول الوقت شيئا ما. شكرا السيدة والسادة النواب المحترمين على هذا السؤال. فعلا التزمت الحكومة في العرض اللي قدمه السيد رئيس الحكومة أمام غرفتي البرلمان من أجل التنصيب، التزم بإخراج الميثاق ديال التمركز الإداري. كاين هناك اشتغال، كاين أرضية متوفرة عند الحكومة مبنية على مقاربة واضحة ترتكز على مبادئ في مقدمتها تعزيز الديمقراطية المحلية ومصاحبة الجماعات الترابية من حيث توفير الدعم التقني، ثم تطوير الخدمة العمومية بالنسبة للمواطنين في إطار القرب، وأيضا خلق واحد الانسجام بين السياسات التنموية والتضامنية على المستوى الترابي. وهذا الميثاق كيهدف في الهندسة ديالو في المضامين والمقتضيات ديالو إلى جعل الجهة هي الإطار الأمثل ديال لا تركيز وديال خلق نوع من الأقطاب أو المديريات الجهوية لتقريب بعض المهام الإدارية المتقاربة، وأيضا تحديد الأدوار بمختلف الفاعلين، لا المصالح المركزية ولا المتمركزة أو الفاعلين الاقتصاديين. الأرضية أصبحت جاهزة الآن، كان لابد من خلق واحد النوع من الانسجام مع مختلف القطاعات الحكومية، وانتم كتعرفوا بانه مباشره بعد الخطاب الملكي لافتتاح الدوره التشريعيه واللي ذكر فيه بضروره اصدار هذا الميثاق ديال التمركز الاداري، مباشره انعقد مجلس حكومي واللي في الافتتاح ديالو التزم السيد الرئيس الحكومه ان الميثاق ديال التمركز الاداري سيكون جاهزا قبل ما تنمي هذه السنه. شكرا. اذا تعقيب فريق العداله والتنميه من فضلكم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نحن نثمن وننوه بالتقدم الحاصل في بلورة مشروع المرسوم، لأن تنفيذه سيعطي دفعة قوية للجهوية الموسعة، إلا أنه بات من الضروري تحديد جدول زمني على المدى القريب لتنزيل هذا الميثاق على أرض الواقع، لأن كل تعطيل فيه هو تعطيل للديمقراطية المحلية وتعطيل للمصالح المواطنين. إذا كان هناك أيضا سيد الوزير من تأخير، فما هي المراحل التي لم تكتمل بعد من أجل هذا الإصدار؟ أيضا توضيح أهم المقتضيات التي جاء بها هذا المرسوم. أضيف إلى ذلك سيد الوزير أنكم لم تفصحوا عن الخطة التواصلية التي ستعتمدها الحكومة للتعريف بهذا المرسوم لدى الموظفين العموميين المتواجدين بالإدارات المركزية، وعن باقي الإجراءات الأخرى ككيفية توزيع خارطة الكفاءات
والأطر على الجهات لكي نضمن نوع من التوازن في توزيع الموارد البشرية. شكرا. تعقيب فريق الأصالة والمعاصرة، تفضلوا. شكرا السيد الوزير. على كل حال، على الأقل في الولاية الحالية كنسمعوا على أجندة زمنية محددة، عكس الحكومة السابقة اللي سمعنا في التصريح الحكومي هضر على ميثاق لا تمركز وسنين خمس سنين وما شفنا والو. ميثاق لا تمركز السيد الوزير هي رؤية سياسية قبل ما يكون إجراءات إدارية. هذه الرؤية السياسية إلى حدود الساعة ما سمعناهاش، ما عرفناش مع من كتقاسموها، ما عرفناش من النقاش اللي غتطرحوا وشنو هي الجهات اللي غتبلوروا معاه هذه الرؤية المتمثلة في ميثاق لا تمركز الإداري، لأن هي رؤية اللي غتحدد المستقبل ديال البلاد، رؤية اللي غتحدد حتى كيفية تنزيل الرؤية أو المشروع الجديد، المشروع التنموي الجديد. طبعا كنعرفوا المعاناة اللي كتعانيها الجهات والجماعات الترابية والمواطنين في العديد من مناطق المملكة. خصو يطلع للرباط على وثيقة صغيرة، خصو يطلع للرباط على حاجة صغيرة اللي كتهم الإدارات اللي كاينة. الأهم والأساسي في الميثاق لا تمركز الإداري كيفاش نقربوا الخدمة من المواطن، كيفاش نقربوا وكيفاش نوزعوا الكفاءات الوطنية على الصعيد التراب الوطني. ما خصناش نشوفوا ميثاق لا تمركز يخرج عوج كما خرجوا العديد من المراسيم. عاجبك الأسابيع سمعنا السيد الوزير. شكرا السيد النائب. تعقيب الفريق الحركي. لما التمركز الإداري هو أساسي لإصلاح الإدارة وتحديثها، وهو دعامة أساسية للديمقراطية على المستوى الجهوي والمحلي والإقليمي، ودعامة للتنمية المستدامة، ودعامة للجهوية المتقدمة. وبالتالي من الضروري حصر اختصاصات الإدارات المركزية في التوجيه والتأطير والتقييم والمراقبة، وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية على أساس مبدأ التفريع، وكذا برمجة على الصعيد الوطني لبرامج التنمية. وتظل الإدارات اللامركزية هي التي تنفذ البرامج، وبالتالي ضرورة تسريع ميثاق اللا تمركز، وضرورة اعتماد العدالة المجالية في الإدارات وفي الموارد البشرية والمالية لإنجاح مسلسل الجهوية المتقدمة تفعيلا لدستور 2011. وبالتالي سمعنا باللا تمركز منذ سنين، إلا أن تفعيله على أرض الواقع يعرف عدة عراقل، وبالتالي فقد سئم المواطنون من وجود إدارات بعيدة عنهم بمسافة كثيرة، وآن الأوان لسياسة القرب وسياسة عدم إرهاق المواطنين بتنقلات غير مبررة. شكرا. هل هناك تعقيب إضافي؟ هل هناك تفضلوا السيد الوزير أردكم على التعقيبات. فعلا في حالي تفضل السي العماري باش ما يخرجش هذا الميثاق عوج، هذه الحكومة أعطت نفسها شوية الوقت، لأن الميثاق ميثاق ماشي مرسوم. الميثاق والمواثيق في سلم النصوص القانونية عندها ديباجة وعندها مبادئ، واللي تفضلوا بعض السادة النواب اللي وضحوها فعلا وقع تأخر، لكن الآن الحكومة كانت مضطرة على الأقل في 25 اجتماع، في 25 اجتماع الحكومة نكبت على إصدار 32 نص لاستكمال العدة القانونية ديال القانون التنظيمي للجهة، لأن الدستور ديال المملكة اختار أن الجهة هي الإطار الأمثل لا التركيز الإداري، هي الإطار. غير وكان المفارقة اللي وقعت في المغرب هي أن شعوب أخرى بدأت باللا التركيز الإداري، وصلت الجهة، احنا بدينا بالجهة وقطعنا فيها أشواط، ومجلس الجهة ينتخب بالاقتراع العام المباشر، ولكن إلى جانب الجهة ليست هناك إدارات عندها تفويض في القرار اللي يمكن لها تشتغل معها في إطار إعداد السياسات التنموية المحلية. إذا 32 ناس دابا اكتمل التصور العام ديال الاختصاصات، الولاة، العمال، المصالح إلى غير ذلك، عندنا إطار قانوني مكتمل وشكلوا أرضية صلبة اللي يمكن نبنيو عليها
الركائز ديال التركيز الاداري في المغرب، ننتظروا يخرج النص وبحال اللي تفضلت السيده النائبه التنزيل ديالو يحتاج فعلا الى جدوله زمنيه لنقل السلطات، لان نقل السلطات ماشي مساله بسيطه، نقل السلطات لا في تدبير الميزانيه ولا في البرامج القطاعيه ولا في الاستثمار ولا حتى في تدبير الموارد البشريه. وانا متفق مع السي العماري على انه يلزم نوع من التشارك في اعداد هذا الميثاق، وبالتالي فهاد الوزاره والحكومه رهنا اشارات لجنه العدل والتشريع اذا بغات يكون عرض وتكون مناقشه موازيه للاعداد ووضع اللمسات الاخيره على هذا المشروع الميثاق قبل نهايه شهر دجنبير. وشكرا.